دبابة بدأت تطيح. انتصارات جديدة حققتها فصائل الجبهة الجنوبية خلال هذا الأسبوع، بدءا من القنيطرة وانتهاءا بمنطقة القلمون. كان أبرزها تحرير الفصائل لبلدة نبع الصخر والنقاط العسكرية المحيطة بها والتابعة للواء 90، فضلا عن تحرير تل المال ومنطقة خان الحلابات من قبضة قوات الأسد في ريف القنيطرة، الأمر الذي سيسهل وصول المقاتلين إلى الغوطة الغربية المحاصرة وربطها بباقي المناطق المحررة في المنطقة الجنوبية. نحن الآن في كتيبة خميس، هذه الكتيبة تحررت يوم أمس. نشاهد آثار المعركة ظاهرة في هذه الكتيبة. جبهة العاصمة هي الأخرى لم تكن أقل سخونة من سابقتها، حيث قتل وجرح العشرات من قوات الأسد والميليشيات الموالية له أثناء محاولتهم استعادة السيطرة على منطقتي جوبر والدخانية. وأكد مراسل الهيئة السورية للإعلام عن تمكن الجيش الحر من تدمير العديد من الآليات العسكرية. في تفجيرة قاموا فيهم الشباب، رح لهم قتلا منيح من بيناتهم ضباط روسيين. وبالانتقال إلى القلمون، فقد نجح الجيش الحر باستهداف تجمعات ميليشيا حزب الله اللبناني حالش في بلدة فليطة وتكبيدهم خسائر فادحة بالأرواح والعتاد. الله. مهد الثورة شهدت اشتباكات عنيفة بين الجيش الحر وقوات الأسد بمحيط اللواء 15 قرب بلدة إنخل في ريف درعا، كما تصدى الجيش الحر لمحاولات القوات اقتحام مدينتنا وموقعا في صفوفها قتلى وجرحى. ومن جهة ثانية استهدف الجيش الحر بالهاون الفوج 175 وحاجز المعصرة والمطار الزراعي التابعين للواء 12، ما أدى إلى تدمير آليات عسكرية ومقتل عدد من قوات الأسد هناك.